تطور وتكتيك في حرب صواريخ الكاتيوشا وصواريخ الجراد إلى حرب الطائرات المسيرة، إذ يتجه العراق نحو مرحلة جديدة سيواجه فيها واحدة من أعقد الحروب على أراضيه، والتي باتت حديث الساعة. قائد القيادة المركزية الوسطى ماكنزي حذر من احتمالية تصاعد الهجمات بطائرات الدرونز على القواعد العسكرية الأمريكية وقوات التحالف خلال الفترة المقبلة. تصريح السيد ماكنز حقيقة مثير للجدل، لأنه ممكن نصب كماء بواسطة يعني مدفعية مقاومة الطائرات والتصدي لهذه الطائرات ببساطة كونها حقيقة لا تمتلك يعني قوة المناورة والتحسس من مدافع الدفاع الجوي. هذا التكتيك الذي تطور في الآونة الأخيرة واستخدم لضرب منشآت نفطية ومواقع مهمة وحساسة في المنطقة، وأيضا مطار أربيلة وقاعدة عين الأسد غرب البلاد، بطائرات مسيرة مفخخة قلبت موازين القوى العسكرية بين واشنطن وطهران. وتشير معلومات أن الأخيرة تقوم بتحولات استراتيجية جديدة بانتقاء مئات من المقاتلين الموثوق بهم من فصائل مسلحة حليفة لها في العراق، لتشكل بهم فصيلا يضم مقاتلين وصفوا بمقاتلي النخبة. إيران استخدمت هذا بناء على تخطيط قاني، حيث حيعملون بشي يعملون الطائرات المسيرة، الطائرات المفخخة، يدربوهم لهاي الفصائل المسلحة. حقيقة هاي الفصائل والمجاميع بصفتنا كخبراء أمنيين هاي أخطر من المجاميع المعلنة، لأن هاي المجاميع غير معروفة القائد، غير معروفين المنتسبين. وفق خبراء عسكريين، فإن التعامل مع الطائرات المسيرة وتوجيهها إلى الهدف يحتاج إلى خبرة طويلة. فكيف دخلت العراق؟ وهل هناك مزيد منها لتتصاعد التحذيرات الأمريكية تجاه قواتها المتواجدة في العراق من استهدافها خلال الأسابيع المقبلة بطائرات مسيرة بدون طيار؟ وسط التحذيرات الأمريكية واتجاه إيران لتشكيل فصيل نخبوي، فصل جديد من الصراع يتمثل بحرب الطائرات المسيرة بينهما ستشهده الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة.